يريد مانشستر يونايتد استغلال الفرصة لانتزاع المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال عندما يحل ضيفا على ويست هام مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي. توج كلاوديو رانيري بجائزة فيرزوت التي تمنح لأفضل مدرب إيطالي في الموسم بعد إنجازه الاستثنائي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي. وحذر رانيري الأندية الأوروبية الكبيرة من التقليل من فرص ليستر سيتي في دوري الأبطال. أصبح بنفيكا على اعتاب إحراز لقب الدوري البرتغالي للمرة 35 في تاريخه بعد فوزه على ضيف مارتيمو بهدفين دون مقابل، وهو يحتاج للفوز في المباراة الأخيرة لتحقيق اللقب. تعرض مشجعان لإصابات خطيرة نتيجة اشتباكات حادة في المباراة النهائية لبطولة ولاية ألاغاوس البرازيلية.